اسمي أسيل زين، بشتغل في وزارة التربية والتعليم. اسمي حسان الشيخ، وظف حكومي. أنا اسمي ريهام تكيدك، بشتغل في مستشفى المقاصد. اسمي محمد أبو هشهش، أنا موظف حكومي. معكم أيمن خضيري، طبعا أنا بشتغل تاجر. كوثر طه، منسقة مسارات لفريق رحلتنا. احنا اليوم جايين على طوباس، المسار اللي هو بردلة، رح نوصل لسلحب. هاي المنطقة تقريبا اللي بشوفها من خلف الشاشة بعتقد بانه هاي منطقة في النرويج او في اوروبا. جد هون الموقع خرافي، مناطق كثير في فلسطين جميلة جدا، بس للأسف مش الكل بيعرفها. بلدنا بحاجة لنا، بدها ايانا نعرفها، بس للأسف انه مش كتير في عندهم ثقافة او توعية انه يمشي في البلد ويعرفها. حبيت اشارك بالمسار علشان اكتشف الطبيعة بفلسطين. اي بني ادم لازم يطلع في نهاية الاسبوع على الجبال عشان يضيع جميع الطاقة السلبية اللي بشوفها طول الاسبوع في شغله. بعدين بيريح النفسية، يعني اطلالتها بتريح النفسية، بعيد عن كل اشي، بعيد عن مدينة بشكل عام. لما تصير تروح مسارات انت بتصير تشوف فلسطين من فوق، فلسطين من فوق مختلفة تماما عن فلسطين الزحمة. غير الكوفي شوب، اطلع في كل محل امشي فيه، كل خطوة في الارض الارض بتنتعش، بتحس فيك. المناطق الاغوار اللي هي مناطق عسكرية احنا بنخترقها من خلال المشي، وفلسطين تستحق.